قول كده، قول لنا نبذة عن النادي. بس هو نادي سيتي كلاب هو فكرة يعني عبقرية. كل الأندية في مصر شغالة على محافظات معينة، القاهرة، اسكندرية، الجيزة، لكن دي فكرة جديدة ان انت تقدري تعملي نادي على مستوى عالي في جميع محافظات الأقاليم، ودي هتساعد ناس كتير قوي. احنا كنا على طول الأقاليم محرومة من ان هي تتأهل، ان انت تظبط لها ان هي ياخدوا اعداد كويس. فسيتي موجود في 13 محافظة، 15 نادي كلهم في الأقاليم. هنبتدي نبص على مواهب جديدة ما كانش مسموح لنا ان احنا بنشوفها، ما كانش متوفر لنا ان احنا نشوفها. مع سيتي كلاب بإذن الله هنقدر نتوسع ان احنا نشوف قاعدة كبيرة جدا تقدر تطلع لنا مواهب اكتر تفيد الرياضة في مصر، وبإذن الله نحقق بيها النتائج المرجوة في المستقبل. ايه اللي يميز نادي سيتي كلاب عن الانديه التانية اللي احنا معتادين عليها، سواء انديه اجتماعيه بيطلع منها ابطال او انديه تخصصها رياضه؟ بص، هقول حاجه. هو سيتي كلاب ليه ميزه وفكر جديد. اولا هو اول نادي سمارت، يعني بيعتمد على التكنولوجيا في كل حاجه. يعني بيعمل ايه؟ يعني هقول حاجه، احنا بس نتكلم مثلا على الحجز، خدمات الاعضاء. اوكي. الحجز الاعضاء مثلا بيبقى كله ممكن على الابلكيشن، على ممكن تحجز حتى الاكاديميه اونلاين، ما مش هتروحي النادي عشان تقفي والكلام ده كله. فكل حاجه بقت التكنولوجيا داخله فيها. فالنادي موفرها، ودي مش متوفره في جميع انديه مصر، وده متوفر في محافظات، مش مثلا في عاصمه او لا، ده في محافظات الاقاليم. فده يعني اعتقد ان دي بداية لتطوير الرياضة في مصر. الأعضاء بيستخدموا التقنية ديت ومتجاوبين معاها؟ طبعا دي متوفرة للأعضاء كلها. ما هو الهدف كله والناس عارفة تتعامل معاها أكيد طبعا.